طبعا الامهات انواع، ولو عايز فعلا تدرس انواع الامهات دراسه دقيقه في ثلاث طرق مش هتخرج عنهم. اما انك تروح اجتماع اولياء الامور في المدرسه، وده طبعا لو قدرت تصحى بدري بيبقى وقت سخيف، او انك تشترك في جروب واتساب بتاع الامهات اللي في المدرسه برضو. بس انا الجروب ده ما انصحش بيه لانه هيدمر لك حياتك الشخصيه، هيدمر لك جهازك العصبي، وهيدمر لك جهازك الموبايل نفسه كله. او انك تروح مع ولادك التمرين في النادي، ولو تمرين السباحه بالتحديد يكون التصنيف ادق واوضح. وانت قاعد في تمرين السباحه كده بالعين المجرده هتلقط اول نوع من انواع الامهات، وهي الام الاخطبوط. دي حاجه حلوه على فكره، مش وحشه، الاخطبوط ظريف بالمناسبه. دي بقى الخبره كلها، دي بتبقى ام بقالها فتره محترمه معاها 3 اطفال، وانت طالع هرسه كل الحاجات في كل الاوقات، توافق عضلي عصبي مش طبيعي. تلاقيها بتقلع الولد التيشيرت بايد، الشورت بالايد الثانيه، الجزمه والشراب بالايد الثالثه، في نفس اللحظه تلبسه المايو والنضاره والبنيه والزعانف في حركه واحده. لا وايه كل ده وهي بتحل واجب الحساب مع اخته، بتغير البامبرز للبيبي، بتشرب مانجا، وبتحاسب التاكسي. جباره. في عندك بقى الام المتكهرب، دي بقى ام مذعوره مرتفعه التوقعات، بتبقى مرعوبه ان ابنها ما يكونش في المستوى المطلوب باي شكل، او ان يبقى متخلف عن اصحابه باي نسبه، ان شاء الله 3 سنتي. عادي جدا انك تسمعها بتحلف الكابتن ان غياب ابنها عن التمرين الاربع اللي فات مش هياثر على امكانيه اشتراكه في سباق 100 متر فراشه في اولمبياد 2030. وتروح طبعا تقعد متوتره هي بتراقبه، تلاقيها بتتكلم في التليفون، هم الاولاد ما خدوش هوم ورك عربي، حضرتك هوم ورك، طب تحب اكلم المدرسه، طب اروح للاداره، طب اصعد الموضوع للوزاره، طب تسالي بقى الله يخليك تردي عليا، انا مش عارف اعمل ايه، الهوم ورك العربي الولد بيضيع مني، الولد اساسا في تانيه حضانه وتقريبا بينزل يبل رجله في الميه، دي ما مش قصه، ده ليه الفولت العالي ده؟ طبعا دي يستحسن تقعد بعيد تالت رابع صف عشان الفولت العالي، الكهرباء مع البسين مش حلو للاطفال يعني. في بقى الام اللي هي الحاضر الغائب، اللي هي بتتكلم عن نفسها كانه حد تاني، دي بتبقى مش عارف هي رايحه ولا جايه، بتكلم الواد عن حد تاني غيرها على انه هو، يعني مثلا تقول لابنها ايه؟ يلا خلص اكلك، ولا عايز ماما تزعل منك؟ ماما مستنياك هنا لحد ما تخلص تمرينك. انزل من فوق الشجره يا حبيبي، ماما هتزعل قوي لو وقعت واتكسرت. انا في الاول كنت فاكرها خالته او خطفاه، بس لقيته بيكلمها من بعيد يا عيني وهي بترد تقول له ايه؟ ماما مش سامعاك، ماما سمع ماما، علي صوتك، قول له ماما برضه. في لخبطه. وعندك طبعا كمان الام الفخفخينه. دي بقى ايه؟ تناقض غير طبيعي، عندها حالتين في نفس الوقت بيشتغلوا مع بعض. تلاقيها ماسكه ابنها سلخاز عيق وتهزيق، اللي هو يلا يا ولد البس بقى المايو، طلعت روحي قله الادب دي، مش قاعد انادي عليك من الصبح يا زفت، انت واد مقرف، مين حبيب قلب ماما؟ ها؟ انت بوسه بقى يا اختي، الله السكره دي، ده خرج لك عدل يا ولد، ما تخليش اضربك قدام الناس، اضربك على الرجل البقلوزه دي القمر دي يا ناس، والله يا حبيب مامي بموت في مول، حضن كبير بقى، حضن كبير لمامي يا زفت، اتعدل. يعني رايحه منها خالص يا عيني، هربانه منها. الولد بقى تلاقيه عامل تعبير واحد في الحالتين، في الشتيمه وفي البوس، تلاقيه عامل كده. قشقش وهته عاطفيا خالص يا حرام. وفي بقى طبعا الام الرايقه بقى، لا دي عسل بقى خالص، دي ضربه الدنيا طبنجه، وضربه شعرها طبنجه او اصفر يعني حاجه زي كده في نفس الوقت. تلاقيها قاعده مبتسمه تشاور لابنها باي باي كده كل ساعتين ونص او كل تمرين والتاني، عارف سبت واربع تطمن عليه، بترغي في التليفون، بتتشات، تسمع مزيكا، سمعت بينك، فاهم؟ مش جايبه معاها بقى ولا علب بلاستيك ولا هدوم ولا قماش ولا اي حاجه، معاها بتاع صغيره كده في ايديها حاطه فيها موبايل وخلاص. لما ابنها يفرفر من الجوع خالص بتجيب له كيس جيلي كولا مثلا وتتلخبط في اسمه، يلا يا يوسف الجيلي كولا هيبرد، يقول لها حمزه يا ماما. هو ولد واحد اللي معاه مفيش، رايقه خالص يعني، موضوع الامومه ده مش كارها، مش شغلتها، فاهم؟ جايه هنا غلط، مش منطقتها خالص. في كمان طبعا وانت قاعد على حمام السباحه هتاخد بالك من ام ظريفه قوي اسمها ام الشهيد. انا بسميها كده ام الشهيد. دي الام اللي حاسه ان الخطر بيحوط ابنها من كل ناحيه، قاعدة في الكرسي مبرقة عينيها، متشنجة، قرصة على ركبها بصوابعها العشرة، وبتصرخ بقى ابعد عن السور، ابعد عن السور، ايه العصافير دي؟ ايه العصافير دي كلها؟ اجري يا عمر، انزل تحت الترابيزة، استخبى ورا عمه، اعمل يا كابتن الولد بيغرق، الولد بيغرق، الحقوه. حضرتك ده في تمرين السباحة مش عجبها، والحرب خلصت واحتمال يعيش، مش مستاهلة. وفي طبعا بقى الام البيزنس، دي الام اللي بتستغل فرصه وجودها في اي تجمعات علشان تبدا تروج لبضاعتها باي شكل كان، يعني 12 حته وبتبيعهم ما بتكسبش اي حاجه غالبا، عندها احلام ثراء سريع، وغالبا بتستخدم ابنها كمانيكان، يعني هو ملبسها كل منتجاتها، معتمد عليه كشماعه، الستاند المتحرك بتاعها. بصوا يا جماعه التيشيرت ده قرب كده حماده، ده قطن 100%، في منه الموف والفستقي والبيبي بلو، بصوا الشورت ده معلش لف كده حماده حبيبي، في منه ولادي، في منه بناتي، سمول
ميديوم ولارج. معلش يا حماده تقلب كده تشوف بص حضرتك اللي في الرجلين ده برضو شكل لطيف. ويعني ساعات يا حرام بتجرب عليه درجات الوان الميك اب لفه الطرح والاكستنشن وحماده شغال بزنس بقى. في بقى الام البومه دي اللي هي متشائمه بقى على اي حاجه، يعني يا دي النيله الواد ده شكله كده عمره ما هيتعلم السباحه ابدا. ما هو في ناس كده، في ناس كده لا بتتعلم ولا بينفع معاها ولا بيبان عليها اي حاجه. يعني انا حظي كده، انا حظي مايل يعني لا تمرين سباحه ولا مدرسه. يا ربي الواد شكله هيسقط السنه دي، بيقولوا الامتحانات جايه من بره المنهج والمدرسين هيستقصدوا الواد غالبا، يعني الواد هيسقط وهيغرق وانا هفشل. ايه ليه بومه؟ وفي ام دي ممكن نسميها ام المجاعه. كل الامهات بتستلقى اولادها بالفوط والبشاكير والبرانس، ودي تستلقاهم بعلبه التلاجة البلاستيك اللي هي مليانه ايه رز وخضار ولحمه مع بعض، او مكرونه وفراخ او محشي وكفته. ايه الجو ده؟ يعني كانها رايحه لهم زياره في حجز مش بقالهم ساعه في الميه، وبعدين قبل ما ينزلوا مباشره ضاربين سندوتشات بيض بالبسطرمه وحلاوه بالقشطه. طب ما انتم مروحين خلاص، يعني نص ساعه وهتبقوا في البيت، ما تعلق لهم محاليل احسن وهم في البسين. انا بتهيالي دي ما نسميهاش ام عاديه، دي الماسوره الام. وطبعا في الام الفرانكو اراوي دي اللي بتستعمل لغه هي خليط ما بين العربي ونقدر نقول انه انجليزي، يعني هو بس ركيك شويه كنوع من انواع الوجاهه الاجتماعيه، وعشان الاولاد برضو ايه ينشطوا الانجليش بتاعهم، يعني اللي هو يلا يا ادم البس الشوز، يلا حبيبي هنركب الكار نروح، باي سي باي لاصحابك، يلا ادي كابتن كيس وهاج قول لهم سلام عليكم. عارف انت النوع ده من الامهات لطاف جدا. عزت انت فاهم قصدي؟ انت فاهم انا بتكلم في ايه؟ لا ما فهمتش حاجه. عزت اللي انا اقصده ان بعد كده لما يجي لك دور اب ما تعملوش. يعني اعمل ايه؟ تعمل دور الام يا معلم. لا لا احنا الظاهر جينا في يوم غلط، ده في مظاهرات مدرسين اللي هم بيطالبوا بالكادر وهيعملوا قلق كادر ايه يا مجدي؟ دول الناس جايين عشان يقدموا لاولادهم في كي جي 1، جايين ياخدوا الدوسيهات. كل دول؟ واضربي بقى الدوسيه في 1500، ده تمن شقه في حدائق الاهرام بالعداد. الله العظيم سبوبه عنب، ده احنا بنتليف رسم. مجدي بقول لك ايه، بطل برطمه، المدرسه دي احسن مدرسه موجوده دلوقتي بجد. بودي ابن باكينام، مودي ابن نيفان، لودي ابن باتيناج، كلهم في المدرسه دي وبيشكروا فيها قوي. طب احنا ما ندخلوش ليه مدرسه من الحاجات العاديه اللي خالد ابن الوليد عادي؟ مجدي بص انا هسكت خالص، انا داخل في ربع مليون جنيه دوسيهات لحد النهارده، وديني اللي اخصمهم من مصروفه ومصروف عياله 70 سنه قدام. مستر سولي يلا يلا حبيبي، عايزك تركز في الانترفيو. ها ربنا ينولها لك يا ابني. صباح الخير. مين فيكو سولي؟ هو ده يا فندم. حضرتك انا عارف ان الولد هو سولي، انا عايز اسمعها من بقه. وبعدين ايه ده؟ ايه ده؟ احنا مش قلنا تيجوا لابسين بدل غامقه؟ ليه لابسين فاتح كده؟ يا فندم احنا جايين نقرا فاتحه، احنا جايين نقدم للولد في الحضانه، فعادي يعني ما تضايقهاش يعني. مجدي انت مامته وهو باباه مش كده؟ ده ما شاء الله شوفي لماح قوي فرنسا. طيب استاذنكم في السي في؟ اتفضل. سليم مجدي سلامة. قول لي يا سولي يا حبيبي، انت عندك خبرات في ايه؟ لا يا فندم هو خبراته كلها في الخليج، يعني هو ما اشتغلش في مصر كتير قوي. معقولها يعني؟ اصل الطفل عنده 4 سنين، طفل جاي يقدم في حضانة، يعني يحل مسألة التوصيل، يحل عننا شوية عن البيت نقعد. مجدي سيب الأستاذ يشوف شغله. اتفضل يا فندم اتفضل. قول لي يا سولي يا حبيبي، تتكلم لغات؟ انجليزي فرنساوي او حتى الماني؟ لا بص حضرتك كده انت جيت له في منطقته بقى، يعني هو في البرتغالي مجرم وعنده شويه فارسي كده على لاتيني خفيف مع بعض. اصل الطفل في السن ده يعني ممكن تساله مين صديق سبونج بوب الصدوق، الصنفور المحبب لقلبك، مين حاجات كده في المنطقه دي ولا ايه؟ ما هو لو كان بيتكلم لغات ونبغى كده كنا بعتناه ناس او وفرنا القرشين. طب حضرتك لو اتدخلت تاني في الحوار ما بيني وما بين سولي انا مضطر الغي الانترفيو وارفض الولد نهائيا. مجدي لو سمحت عايزين نخلص، ده رابع انترفيو نروح ونترفض عشان سعبيبك دي. حاضر هسكت. ده انا اقول له شايف نفسك فين كمان 5 سنين؟ طب قول لي يا سولي يا حبيب، انت شايف نفسك فين كمان 5 سنين؟ في تالتة ابتدائي يا فندم. هيبقى كمان 5 سنين في تالتة ابتدائي، ما هو بالعقل. مجدي
الولد لو ما تقبلش هتبقى انت السبب في تضييع مستقبله. قول لي يا سليم يا حبيبي، ايه هي نقطة ضعفك؟ الكتاكيتو يا بيه. الكتاكيتو، عارف حضرتك ده ممكن ياكل علبتين وهو قاعد، كلب كتاكيتو. معلش كنت عايزة أسأل حضرتك يعني عن النظام والمصاريف وكده، بس بقى يا مجدي بس أرجوك. بالنسبة للنظام إحنا مش بس حضانة، إحنا حضانة وابتدائي وإعدادي وثانوي، والمصاريف عندنا بتبقى 45,000. 45,000؟ حضانة وابتدائي وثانوي، ده حلو جدا. أمال نصف شركة من التعليم ليه؟ خلاص أنا اشتريت يا فندم. 45,000 في السنة، ده غير شامل الباص واليونيفورم والكتب والزينة والجليترز، وبتزيد طبعا حسب المرحلة العمرية أو حسب الظروف. إيه 45,000 في السنة ليه؟ ما اجيب فيرنا يقلبها تاكسي ونشغل الواد عليها وخلاص ويلم مصاريفه وخلصنا. أصل دي أحسن مدرسة موجودة دلوقتي بجد، دي فيها مودي وبودي ولودي. مادام فيها بودي يبقى خلاص طبعا. طب بقول لحضرتك ايه؟ ما ينفعش حضرتك تعمل لنا حاجه كده ب 25,000؟ بمعنى؟ يعني بص اقول لك يا فندم، انا امكانياتي كلها دلوقتي 25,000، ممكن نظبط حاجه مع بعض. يعني مثلا الولد يجي 3 ايام في الاسبوع، يبقى بارت تايم كده عندكم، ممكن يشتغل ببقيه الفلوس، يلم الورق من الحوش، يرن الجرز، ينظف الحمامات، ويسترزق برضه. ينفع معاك كده يا فندم؟ لا والله كده تخسر معايا، ده ما يجيش حق الساينس حتى. لا معلش، هي مش الساينس دي، هي العلوم ولا الساينس اغلى؟ إيه هي العلوم عادي، الجهاز العصبي، الجهاز التنفسي، الجهاز التناسلي. حلو، شيلوا الجهاز التناسلي يا فندم. لا قصدي يعني شيل الجهاز التناسلي من منهج بتاع العلوم وتمشي كده، ونخصم الباقي، وشيل الماث، وانا اجيب له آلة حاسبه كاسيو كده نص عمري ماشي نفسه بيها، والدين كده كده انا باخده معايا صلاه الجمعه. ها يا فندم ربحانه معاك. لا والله ما تمشيش، بس انا هعمل معاك واجب. هناخد منك ال 25 دلوقتي وال20 كمان شهر. ميرسي جدا يا فندم، كتر خيرك، انتوا فعلا احسن مدرسه موجوده دلوقتي بجد. اتفضل قوم وريني هتلم بقيه المصاريف ازاي. انا عارف هلم ازاي بقيه المصاريف. يلا يا سولي ركز معايا يا حبيبي واسمعني كويس، لما يقول لك خبراتك ايه هتقول انا خبراتي كلها بره مصر. وبالمناسبه سيادتك لو محتاج اي تاشيرات فيز شنجن انا تحت امرك. حسابنا كده 200 جنيه انترفيو زي العسل ان شاء الله. امين 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 امين. ايه ده ايه ده ايه ده؟ يا بنت ازاي تخش عليا كده؟ انا قاعد بتمرن بعمل بروفا، انا مش حاطط يافطه على الباب دون الديسترب. انا وقعت من السماء وانت استلقتني، واكيد دي علامه. ما انا عارف انها علامه، انا ما انكرتش، انا اللي حاططها. انت عارف دي مكتوب عليها ايه؟ لا مش عارف مش عارف مش عارف. طب بس ايه الافواره دي؟ إيه؟ دي مكتوب عليها ممنوع الازعاج بس، مش احذر حقل الغام. ايه الانهيار اللي انت فيه ده؟ ما هي دي المشكله يا امين، مساعد المخرج مكلمني على دور بالانجليزي وانا ما اعرفش ولا كلمه انجليزي ولا كلمه. بص حبيبي، انت قلت الانسان المناسب في الاوضه المناسبه. انا هساعدك، انا هخليك تشرب الانجليزي ده شرب، وهخلي المخرج يتثبت ويديك الدور ده just like this. لا لا ركز معايا ركز معايا، ايه اللي انت لابسه ده؟ ايه؟ اقلع ده، التزم باليونيفورم. انجليزي ركز. ماشي. اهم حاجة في اللغة هي الثقة، عشان كده اول درس في اللغة النهاردة هو وقفتك. الوقفة الوقفة بتبقى انت مايل يمين شوية ورامي الورق ومشي السيكة، فيها ثقة كده. لا انت هتتفرج عليا؟ اللغة ممارسة، قوم مارس. حاضر حاضر. وقفتك وريني كده. ايوه، عشان لا انت جاي كده تتعالج مش تتعلم. اعمل ايه؟ ما اصل انت لو هتقع يبقى بلاش من الثقة خالص. اوكي انت مشيس اصلا كده كده. طيب استاذ احمد انا عايز برضو يعني اعرف الجملة بتاعتك. جملة ايه يا ابني؟ اهم من الشغل ظبط الشغل، خليك معايا. تمام. عايزك وانت بتسمع اي حد بيتكلم في النص يبقى تعليقك يبقى بكلمة واحدة. اوكي. ايه؟ اوكي. اوكي اوكي. لا فيها بص دلدقه ولحن في الاخر. اوكي اوكي. ايوه ليك معايا. اوكي اوكي. حلو جدا. الحاجه الثانيه بقى، الكلمات المحرجه عند المصريين اللي بيكسفوا منها دايما يشيلوها ويحطوا بدلها كلام انجليزي. عايزك تعمل ده، يعني مثلا تلاقي واحده تقول لك ايه، انا بقالي سنه ونص ديفورسد، يعني لو قالت مطلقه الناس هتاكل وشها. فاهم؟ فعشان كده تقوم حاطه ديفورس. او تلاقي ولد صغير يقول مامي انا عايز اعمل نمبر 2. عارف
نمبر 2 اللي هو بيبقى عايز يخش الحمام فبيبقى فيه حاجه تقيله وحاجه خفيفه. ايوه نمبر 2 دي هي اوحش حاجه يا ولاد اللذين. صح انا كنت بسمعها ومش عارف شوف لا ده كلاس شيك الحاجات دي بتظبط. لا وده بياكل مع الناس يعني يا ابني بياكل جدا. انت بتهزر ده ينقلك من سي كلاس لبي كلاس وش وانت واقف من الكلمتين دول. طيب دي 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 بسيطه خالص. حلو فاضل بقى حته صغيره هتعجبك قوي. ماشي. لا ايه ماشي دي اوكي ايوه ماشي. ايه ماشي ماشي اوكي. الكلمه العربي تقولها هي هي وتقوم لازق وراها نفس الكلمه بالانجليزي. ازاي تقول مثلا ايه انا اصلا اوريدي في المكان خلاص اصلا اوريدي ورا بعض. او تقول مثلا هديك مثال فور اكزامبل. خدت بالك تحط دي ورا دي ليه بقى؟ ليه من غير اي سبب؟ مفيش اي سبب لان هي بتبقى كده يعني. الناس الشيك الكلاس وبتاع حاسسك ان انت مجرم انجليزي مدارس لغات. هو ده مش هاري؟ هو هاري. لا هو هاري بس بياكل انت عشان تاخد الضوء ولا انت مش عايز مش بلاش ناخد الضوء. لا 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 خلاص بلاش خلاص انا معاك. انا تعب نفسي وصارف والله العظيم. معلش خلاص انا معاك والنبي. طيب المشاعر دي عشان تعبر عنها كده كده يا معلم دي ملهاش حل لازم تبقى انجليزي. مشاعر ازاي يعني؟ مش فاهم حاجه. اقول لك ازاي. لو اي فيل لايك ات فيلز لايك وتقوم حاطط المشاعر بعديها. بس دي صعبه قوي كده. هضطر احفظ الجمله الاولانيه والزق فيها اي جمله تانية وانا ما عنديش وقت. لا 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 يا حبيبي لا مش مشكله. اي فيل لايك دي بيجي وراها عربي يعني. تقول مثلا ايه اي فيل لايك تعبان هبل مثلا او ات فيلز لايك هتمطر. طب ده كده تمام جدا. اي فيل لايك تمام يا ابني الايه صح. انا حاسس ان انت ابتديت توصل. انا دلوقتي اطمنت عليك. انت بقيت ماسك الشخصيه. انت هتبقى هايل في الانجليزي وفي التمثيل. ما اظنش ان هيبقى ليك اي مستقبل. ربنا يوفقك يا رب. الاستاذ اللي هيقول الجمله جاهز؟ جاهز يا استاذ. اتفضل يا استاذ اقرا جملتك. انت بتستهتري بيا؟ اذا باي مدام. تعال. انا واجع قلبي كل ده عشان يقول باي مدام. It feels like number two هبل يعني. اوكي. طبعا انت سمعت عن صعوبات التعلم. معروفة طبعا. طبعا عارف قريت عنها عندك فكره؟ المناهج العيال ما بتفيش خالص. حاجات صعبه خالص جدا. حساب والعربي. لا 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 معلش معلش انت قصدك صعوبات التعلم اللي هو انا العيال مش عارفين يتعلموا. انا مالي انا ما يذاكروا ولا ما يذاكروا؟ ماشي تطلع عنهم مذاكره. انا بتكلم عن صعوبات التعلم بالنسبه لي انا. احنا يا بيه اللي بنتعب في التعلم. الفلوس اللي بندفعها والبهدله اللي احنا بنبهدلها. انا عايز اسالك سؤال. مين الشخص اللي قال المقوله المضلله بتاعت ان العلم لا يكيل بالمال دي؟ مين؟ ها؟ جرب كده اتاخر قسط المدرسه اسبوع وشوف بقى بيكيل بالمال ولا بالحب. الواد ما يستلمش الكتب نتيجته تتحجب. يركبوه الحمار بالعكس في حوش المدرسه ويزفوه. ده انا كده بتكلم عن مصاريف المدرسه بس لوحدها حاف. لسه ما اتكلمتش عن الدونيشن اللي هو المفروض تبرع بس هو في الحقيقه اجباري. طب حضرتك ما تزودوه على المصاريف وخلاص يعني ما دام كده كده هندفعه. لا لا معلش ده دونيشن حضرتك للمدرسه. طب انا مش هدونيت. لا ما هو مش بمزاجك ده الدونيت ولانه اجباري. الله ما توقفوا في حته. انا عرفت واتاكدت بالطريقه الصعبه ان العلم سلاح. العلم سلاح فعلا. العلم بيغزني كل سنه كذا مره في ميعاد اقساط المدرسه ولسه مشايلني في وش السنه اللي فاتت يعني من اسبوع. مش حضرتك لسه باين دفعت المصاريف دفعت الدونيشن تبرع اللي بالعافيه تمام. ادفع اليونيفورم بقى. طقمين صيفي طقمين شتوي طقم بي اي اللي هي الالعاب عادي بس لما نقول بي اي بتبقى اغلى وخلاص مش عارف ليه. جزمه عاديه جزمه بي اي غاليه مش جزمه العاب كاوتش والكلام الفارغ ده بتاع زمان. لا لا طبعا. وشرابات كتير ليه؟ علشان في كل غسله في فرده بتطوف مثلث برمودا اللي في الغساله وكميه لا نهائيه من الجاكيتات علشان جاكيت المدرسه بيضيع بلا رجعه كل اثنين وخميس معروفه. اكتب بقى الاسم ثلاثي رباعي العنوان التليفون اتشقلب حط فويس نوت على الجاكيت الزق صورتك انت والعيال ما فيش اعملوا علم اي رفرف اي حاجه بيضيع. الجاكيت دلوقتي زمانه في مكان تاني مكان افضل واجمل بكتير مع كل اصدقائه الجاكيتات المفقوده بيجري ويلعب في بساتين وحدائق وانهار جميله انهار من الجواكت كده. طيب احنا اتكلمنا عن اللانش بوكس الوتر فلاسك السبلايز المدرسيه ولا لسه؟ صعب اسقطهم وانسى دي هم مؤلمين شويه فاسمح لي اترجم لحضرتك. اللانش بوكس ده هو كيس البلاستيك اللي كنا بناخده معانا زمان باختصار. واللانش باك ده استهبال زياده على اللانش يعني كيس في كيس. دي كل الفكره. الزمزميه هي الوتر فلاسك.
الاختلاف ايه بقى؟ ان الووتر فلاسك لازم يكون عليها سبايدر مان او باتمان او فروزن مثلا او اي عفريت ازرق وتبقى غاليه بس. السبلايز يا سيدي اللي هي الادوات المدرسيه حاجات عاديه خالص واساسيه جدا كل الاولاد بيحتاجوها طبعا ما فيهاش كلام يعني اقلام اساتيك برايات الوان فلوماستر خشب شمع الوان ميه الوان جواش الوان وش عشان يرسموا على وشهم الوان ظهر عشان يرسموا على ظهرهم توال فرنساوي كراسات ورق ملون قص ولزق رزم ورق ديتول وايبس مناديل صلصال دبابيس طقم بايركس طقم جيلي طقم خشاف بدله غطس صن بلوك تلفزيون ال سي دي يعني باختصار دي بتكون شويه طلبات اسطوريه باسعار فلكيه وكميات وهميه بنجيبهم اول السنه ونستردهم اخر السنه بس مفعصين شويه فاهم عهده كده. نسيت اقول لحضرتك ان المدارس بقت في محافظات بعيده ونائيه فلك ان تتخيل ان مصاريف باص المدرسه هي تقريبا بتبقى ما يعادل انك تقطع تذكره سوبر جيت للعيل ذهابا وايابا كل يوم هم على سفر برضه. في بنود جانبيه بقى نسريات يعني زي ايه زي رحله كيتزانيا والملاهي الحفلات الهالوين البوكيت ماني بتاع الحفلات الفان دايز والنشاطات والبالونات والحركات حاجات بسيطه يعني عيب الواحد يتكلم فيها اصلا دي نسريات يا بيه نسريات خلاص كعيد دم قلبك سوينا الامور الماديه هزرنا كتير ولعبنا كتير نخش على الجد بقى ممكن المذاكره هم بالليل ومزله بالنهار. الاهم بقى ان موضوع المذاكره للعيال ده له كاري ولا كار مهم الغلبانه اللي بتطلع روحها يوميا في العمليه المعذبه دي لما جالها التهاب العصب السابع وبوادر صرع من الهومور الست هتروح مني. انا بصراحه شايف ان لو في اي امكانيه ان يحصل طلاق بين الام وولادها كان اكيد يمين الطلاق كان هيترمي وقت الهومورك وقت الواجب هتلاقي الام انتوا طالق المأذون يجي بقى والأم تقعد على يمينه والعيال على شماله يا مدام حضرتك متأكدة يعني طب يعني قرارك نهائي مفيش أي مجال للصلح طب مفيش أي فرصة أنك ترجع عن القرار ده طب يمكن حضرتك اتسرعتي رميتي اليمين في لحظة غضب ساعة شيطان واجبات متراكمة مش يمكن مثلا طلعت منك كلمة لا إراديا كده أثناء واجب الماس وحضرتك عارفة أن الآراء أجمعت أن الطلاق لا يقع أثناء واجب الماس لأنه برضو ضغط جامد وابتلاء مش هين اختبار حقيقي يعني لصلابتك وصلابة العلاقة بينك وبين ولادك راجع نفسك مفيش فايدة لا حول ولا قوة إلا بالله طب بطايقكم يا أساتذة بص يا أستاذ أنا حضرتك ممكن أستحمل كل الكلام اللي فات ممكن أستحمل كمان جروبات المدرسة بتاعت الواتساب لكن أنا مش قادر أستحمل المناهج واللي فيها أنا عدت مرة ذاكر نحو لبنتي أنا بقيت مش فاهم حاجة بيتعاملوا معاك في الأسئلة كأنك في مصلحة حكومية ولازم تخلص شوية طلبات استخرج من القطعة مضاف ومضاف إليه معطوف ومعطوف على نعت ومنعوت فيه الفاعل والمفعول به بعد كده هتعدي على المعجم تكشف على شوية أفعال وتطلع تعرف ما تحتوى خط من عند مدام عفاف اللي في التالت يا عم اديني كلام يفيدني وأنا هبقى خدام لقمة عيش مش تقول لي هات جمع كلمة واحد ومذكر كلمة نملة ومن هو الشاعر قائل الأبيات والاسم المطولة واستخلاص الألمونيوم كهربائيا والساين والكوزاين والطلاسم دي أنا عمري في حياتي ما اتزنقت في موقف احتجت فيه إن استخلص الألمونيوم كهربائيا خالص على فكرة خالص ولا عمري اتحطيت في مشكلة وقلت يا ولادي الايه الساين والكوزاين فاكر خدناها في المدرسة العب بقى اعملها دلوقتي هتلاقي مشاكلك اتحلت ما حصلتش المناهج مليانة حاجات ملهاش أي استخدام لا استنى انا افتكرت في قاعده اف هي الحاجه الوحيده اللي انا بستخدمها دلوقتي لغايه النهارده انا عايش بيها لما مراتي بتطلب مني حاجه بقول لها اف حصل كذا وكذا اي ويل اعمل لك اللي انت عايزاه ان شاء الله وبخلع من الموضوع يعني في امل في اولادنا هيتعلم الثانويه العامه هديه وهتعلم علينا يلا بينا الثانويه العامه هديه وهتعلم علينا يا اهلا حللت اهلا ونزلت سهلا معقوله استاذ سيد العسوي عندنا دي المدرسه نورت والله نورت ده انا اول ما عرفت بحضرتك جبت استاذ محمود الوكيل بتاع المدرسه وجينا جري يا فندم نورتني ازيك يا ابراهيم اهلا بيك بس يعني لا مؤاخذه يعني في السؤال ده يعني هو في حد بيجي يفتش يوم جمعه ما انت عارف اصلا انا صليت الجمعه وكنت متعود دايما كل جمعه اعدي على المرحوم والدي تعيش وتفتكر لا هو مش متوفي وانا بحب حته الاستعطاف دي بس فكنت فاضي وما عنديش حاجه قلت اجي بقى اشوف قصه التطوير دي معاكم في التعليم ازيك يا ابراهيم ازيك يا استاذ تعال على مكتبك لا والله بتقول تعال على مكتبك عليا الطلاق بتاعك انت ناظر المدرسه ما يصحش شوفوا يا جماعه الوزارة وضعت خطة لتطوير التعليم في منتهى الخطورة والموضوع بقى عاجل جدا الله أكبر وأنا شرفت بأن أنا أتابعها وأنفذها في المدارس أنتوا طبعا عارفين أن احنا ترتبنا في التعليم 139 من إجمالي 140 دولة يعني المركز قبل الأخير ومفيش بعدينا غير غينيا بس وأنا هدفي أن احنا نحافظ على المركز ده وما نخليش غينيا تسبقنا أبدا أيوه أداه وأدود يا فندم الرجل المناسب في المكان المناسب قول لي يا أستاذ محمود ايه اهم مشاكل بتواجهك في المدرسه والله ما اخبيش عليك يا فندم هم كتير يعني مثلا
عدد الطلاب اكتر من الفصول. اه لا، ما احنا بقى ايه، ندي الولاد بقى جمعه وسبت اجازه والخميس نص يوم، ونكربسهم كلهم الايام الدراسيه من الحد للخميس، ونقول الدنيا زحمه. لا ما هو مش كده، معلش. شوفوا يا جماعه، خطه التطوير الجديده المدارس بقت 24 ساعه 24/7. عارف ماكدونالد؟ ايه شيفتات، يعني انا اصلي الفجر واعدي الاقي المدرسه دي بتشغي كده والطلبه فيها زي الفل. مفهوم الكلام ولا انتوا عايزين غنيه تسبقنا؟ لا ما تقولش كده. لا انتوا عايزين غنيه تسبقنا، احبطوني شكلكم محبط. ما يقدرش يا استاذ سيد حد يسبقني. بعدين تعالوا هنا، هما العيال ليه ما بقوش يزوغوا زي الاول ويروقوا المدارس كده ويقللوا العدد؟ ها بيحاولوا يا فندم، والله بيحاولوا، بس احنا حضرتك علينا السور حبتين، وكمان حطينا خوازيق اكمل العيال ما تمطش. طبعا. شوف يا ابراهيم، انا امي دايما كانت تقول لي يا سيد الممنوع مرغوب. معقوله السيده الوالده هي اللي مؤلفه الجمله الخطيره دي؟ يا صارت في وجداني يا استاذ سيد. ما تزيدش يا ابراهيم، هي بتستخدمها بس مش مؤلفاها. بغض النظر، الشاهد العيال لما بينطوا من السور بناطيلهم بتتنتش وما بينبناش، غير ان اهاليهم الغلابه بيشتري لهم بناطيل تانية. استفدنا ايه ابراهيم؟ شيل الخوازيق يا ابراهيم. حاضر. شيل ابراهيم. ايوه يا استاذ سيد. شيل الخوازيق يا ابراهيم. هشيل الخوازيق. اللي عاوز يتعلم اهلا وسهلا، اللي مش عاوز يتعلم ابراهيم. ايوه يا استاذ سيد. شيل ابراهيم، شيل الخوازيق. شيل الخوازيق يا محمود. انتوا عايزين غنيه تسبقنا؟ ما تقولش كده يا استاذ. والله اسلوبكم كده. كيف من بوقك. بعدين هم يعني الولاد بيزوغهم يروحوا فين؟ يا على القهوه، يا البلاي ستيشن، يا مدرسه البنات يا فندم. سهله دي، مش احنا عندنا حوش المدرسه حد بيعمل بيه حاجه؟ خالص، نقفل ركنه كده ونعمل فيه سايبر، ونجيب ترابيزه بلياردو وترابيزه بينج على شويه براندات وكافيهات وماركات، والدنيا تمشي. حتى السناتر ولادنا ما يطلعوش بره، احنا نجيب وحش الفيزياء وديناصور الكيمياء وتمساح الاحياء والبرمائيات دي كلها يبقوا معانا. يبقى ابني لما يزوغ يبقى في حضني، ما يبقاش ابني على كتفي ودور عليه. ولا ادور عليه؟ لا ما تدورش يا استاذ سيد. انت عارف حضرتك يا فندم، انا قريت على جوجل ان الطالب بره ممكن يذاكر في البيت عن طريق النت، ويروح المدرسة يمتحن في الوقت اللي هو عايزه وفي المادة اللي هو بيحبها. آه يعني سيادتك عايزنا نعمل ايه يعني دلوقتي؟ معلش يعني احنا بقى نروح نركب للعيال في البيوت رواتر، ها، ونجيب لهم تابلت ونقول له ذاكر يا حبيبي على مزاجك وقت ما انت عايز، وشوف والنبي عايز تمتحن ايه، ونقي بقى المادة اللي انت عايزها من المينيو بتاع الوزارة ديليفري. طب بلاش يا فندم، انا اقصد تطوير المناهج. انا قريت على جوجل ان هم بره طوروا فعلا التعليم. يا ساتر. ايوه، عن طريق تحديث المناهج بس. ومالها المناهج بتاعتنا يا استاذ محمود؟ ها مالها المناهج بتاعتنا؟ انت هتركب بقى الموجه بتاعت المناهج بتاعتنا وحشه والكلام الفارغ ده؟ وانت لولا المناهج بتاعتنا كنت عرفت في حياتك ان في الحرب العواني ولدت طفلا ومن لبن المعامع قد سقطوا. كنت هتعرف دي؟ ده انا بدوخ على لبن المعامع ده ما بلاقيهوش، في المناهج بتاعتنا موجود يا حبيبي، موجود. مالكم؟ كفايانا بقى جلدا للذات يا جماعه، كفايه. لا كفايانا يا استاذ سيد فعلا. لا لا، انا حاسس ان انتوا عايزين غنيه تسبح. لا لا بلاش غنيه، كرنا على الله. اهدى يا استاذ سيد، اهدى يا استاذ سيد كده. انا بصراحه كده يعني في حاجه كنت عايز افتحك فيها، بس انا مستحي بصراحه، محرج اقول لك يعني بصراحه. انا عارف يا ابراهيم، عارف قصدك، انت بتتكلم عن ضرب المدرسين، فهمتك. احنا عملنا لجنه منبثقه من لجنه تطوير التعليم، عملت اتفاقيه استيراد مجموعه من سيوف الساموراي. ايوه، وهنعمل دورات تدريبيه للمدرسين على الفنون القتاليه، وان شاء الله هيكون في خبير مفرقعات مقيم معانا في المدرسه 24/7. الله الله عليك يا استاذ سيد، الله. اتعلم يا والد، اتعلم اتعلم من تلابيب تلافيف مخه. ايه ده يا استاذ سيد، انت مخك سيم سيم. استاذ ابراهيم بقى قلت لك ما تزيدش قوي كده، دي حاجات بسيطه. انتوا بس والله اللي مش عايزين تتعبوا ولا تشغلوا دماغكم، وشكلكم كده عايزين غنيه تسمع. ما تقولش لا. والله عايزين غنيه تسمع. انا حاسس بكده، هم خوفوني في الوزاره وجيت شفتها بعيني. ايه طيب، انا اطمنت عليكم يا جماعه، احب ان شاء الله اجي لكم الجمعه اللي جايه او اي وقت، الاقي المدرسه جميله نظيفه واهم حاجه ايه، ومتطوره. يلا اشوفكم على خير. لا عليا الطلاق، ما انت من مكانك. هو انت لسه قعدت؟ انت لسه قعدت يا استاذ سيد؟ يا استاذ سيد اقعد وطورنا، طورنا اكتر، طورنا يا استاذ سيد. معلش يا ابراهيم، اصل انا جايب شويه سمك ولسه هعدي على الفرن علشان اشويهم وكده، وبعدين انا ما اوريش غيركم. انا
وريني. انا بطوركم انتوا بس، ده انا ورايا هم ما يتلم. ده انا لسه هروح على شرم اسيب العيال وامهم وانشط السياحه، وبعدها ارجع المحله عشان ادعم الصناعه، وبعدها افوت على الشرقيه اشقر على الفلاحه، وبعدين امر على القنال اشقر على الملاحه. هم اخطبوط والله يا فندم. لا مش اخطبوط ولا حاجه، ده شويه سمك بوري هنعدي على الفرن كده نشويهم وخلاص. يلا بينا يا استاذ سيد. يعني عندي سؤال كده ولو فيها اساءه ادب مني، هو الاستاذ معاك في هيئه التطوير؟ لا ده مش من التطوير، ده ده رامي ابن اختي بينزل معايا كل جمعه يشيل معايا السم. انا بقيتش اقدر امشي، انت مش غريب، العظمه كبرت، اجي امد ما اقدرش امشي، ما اقدر، ولا عايزين غنيه تسبقني؟ لا امد انا بقى التعليم ولا تسبقش انت. يلا يا جماعه انا كده اطمنت عليكم، واوعوا اجي في اي وقت الاقي غنيه سبقتنا. سلام عليكم. بدون سبب واضح، بدري بزياده عن اللزوم، قبل الاذاعه ما تفتح، قبل الفجر، قال يعني اليوم الدراسي لو بدا الساعه 11 الدنيا هتطير. ما نروح 11 ونتاخر شويه اخر النهار وخلاص، يعني هنفوت ايه؟ يعني هنفوت الافتر بارتي اللي بعد المدرسه لو اتاخرنا شويه. الصحيان بدري قوي ده كان بيخلينا كلنا كتلاميذ نبدا يومنا بنفس الشعور، شعور ان حد دلق جاروف رمله في عينيك، وكلنا برضو كنا بنواجه نفس التحديات، تحديات ان احنا نفتح عينينا، ان احنا نشيل الغطا الناعم من علينا بارادتنا الحره. بعد كده التحدي الاكبر بقى خناقه كوبايه اللبن الشهيره اللي بتنتهي غالبا بشتايم تمس الرجوله والشرف. طبعا على ايامنا ما كانش فيه البدع بتاعه اللانش بوكس والووتر فلاسك والحاجات اللي استغفر الله العظيم ظهرت لولادنا دي. هي حضرتك الزمزميه الخضراء المبططه دي فاكرها اللي بقها ضيق قوي دي ما بتنزلش حاجه، والكيس النايلون اللي فيه سندوتش الجبنه الرومي او جبنه بيضه وخيار دبلان جوه كده عامل زي جلده الحنفيه وهي طريه. ويوم اللانشون ده بتبقى رايح المدرسه حاسس ان انت مهندس ديكور قد الدنيا. لانشون ساعات بقى بيبقى فيه موزه، بس علشان دي مش ثابته فدايما بتتنسي، وبنلاقيها بعد يومين متفعصه في كراسه العربي تحديدا، عامله موضوع تعبير كده لوحدها، كلنا بنلاقيها متفعصه. ما عدا دايما كان في واد بيبقى كده ايه مختلف شويه في المدرسه، هو الوحيد اللي معاه المقلمه اللي بالمغناطيس دي والمسطره اللي فيها حاجات بتلعب بتلق، ومامته بتعمل له سندوتشات كفته وشيش طاووق، واحنا بنقعد جنبه مش بناكل بنتفرج بس. فاهم؟ تشم ريحه، تاكل انت جبنه من ام خيار دي وتشم الريحه بتاعت الشيش طاووق بمنتهى السعاده. غير كده كلنا زي بعض، صحيان، حمام، لبن، جبنه رومي، باص، جلده حنفيه، كلنا. دي حتى السويتس بتاعتنا الحلويات وكده اللي كانت بتتباع في المدرسه كانت معاناه، عصير بست اللي السلوجان الرسمي بتاعه لو راجل ورينا هتعرف تحط الشفاطه ازاي، مستحيل. وفخر المجموعه بقى الدوم. الدوم ده حضرتك عباره عن نبات عجيب شبه الزلطه بالظبط، هي زلطه قرعه خالص، لما تنجح بصعوبه انك تقشر الصلعه دي بيظهر لك تحتيها شعر فجاه. مهمتك بقى ان انت كطفل انك تقعد تهرش لها، مش تاكل، تهرش لها باسنانك كده شويه علشان تحصل على طعم عجيب ملوش اي معنى خالص. يعني مثلا كان في القصب ده برضو كان بيحتاج مجهود استثنائي، يعتبر اكله متعبه شويه، يعني كطفل تشتري عصايه ناشفه طويله وتمشي متورط بيها في الشارع طول الطريق علشان تبدا تكسرها وتقشرها علشان توصل لالياف خشب جوه تعضها وتتفها. يعني هي فكره مش لذيذه قوي، بس على الاقل النتيجه بتبقى يعني في سكر. لكن الدوم ده لغز، ولا طعم ولا شعر ولا اي حاجه. طب انت فاكر موضوع اليونيفورم؟ انا قعدت افكر كتير ليه في يوم لبسوني جلابيه كاروهات قصيره اللي هي المرياله، وولاد وبنات بيلبسوا نفس الموضوع، ولما كبرت بقى قميص بيج كئيب عليه جرافطه باستك رفيعه كده، والقميص متخيط عليه لوجو المدرسه متخيط هنا كبير كده. ليه حسسوني ان انا في مزرعه دواجن كفرخه؟ انا بحس الاحساس ده بالذات في اليوم بتاع التطعيم، عارف لما بنقف طابور كده فراخ كله بالطعم كله بنفس اللوجو نفس القميص. انا عارف اكيد اليونيفورم ده مش عشان مامتك تحطمك نفسيا وتفرج ولادك على صوره اول يوم مدرسه، فاكرها؟ فاكر اليوم ده؟ فاكر كنا ضحكين ازاي؟ انا سايب البيت ورايح للمجهول بمرياله وانت بتصوريني؟ وبعدين اكتشفت ان هم كانوا بيلبسونا كده عشان نبقى كلنا زي بعض، نبقى ميه واحده. لكن افتكر معايا كده، كل فصل دخلته كان فيه انواع من الطلبه مختلفين عن بعض، حتى لو كانوا لابسين نفس المرياله اللي ما حدش فاهم ليه مسمينها الاسم القذر ده، مرياله مش فاهم ليه، يعني المهزلة من الهزل، المسألة من السؤال، المريالة دي من ايه؟ هي اسمها كده. مهم يعني لو بصيت على تشريح الفصل هتلاقي ايه؟ هتلاقي مبدئيا في المقدمة وفي الصف الأول الطالب الدحيح الشاطر الصمام، ده اسمه العلمي الموس، ده بيتواجد في الصفوف الأمامية من الفصل، مواصفاته الشكلية غالبا بتكون نظارة طبية سميكة، شعر مفروق من على الجنب، متسرح قوي، ملتزم باليونيفورم حته حته، مزرر كل الزراير، منتبه جدا للمدرس. ده اللي انا عمري ما فهمت هو بيجي المدرسه ليه اساسا؟ طالما حضرتك ناصح كده وفاهم كل حاجه ومحضر الدروس اللي لسه ما خدناهاش، ما تقعد في البيت بقى وخلاص ما تضايقناش. في الصف الاخير بقى لما ترجع ورا خالص هتلاقي الطالب اللي عكسه تماما في نفس الفصل وبنفس المرياله، الطالب الفاشل الفائد البلطجي
اللي كل سنه بنتساءل هو ازاي عدى السنه اللي قبلها اصلا. ده بيبقى شعاره العلم لا في الراس ولا في الكراس، والصف الاخير ده معظمه بيبقوا مسجلين خطر، والطالب ده بيتواجد في الصف الاخير ومحاط بشويه اتباع كده، شمر القميص، فاتح الكرافته كنوع من انواع التمرد، وظيفته في الفصل حاجتين، انه يشتت بقيه الطلب عشان ما حدش يفهم ولا يبقى في حد احسن من حد، والوظيفه الثانيه انه يختار كل يوم ضحيه من العيال السيس عشان يتسلى عليهم. الخط الوسطاني بقى اللي هو بين الولاد والبنات، طالب الحبيب بقى اللي جاي المدرسه يظبط. النوع الحبيب ده بقى يا معلم بيبان من الحضانه على فكره، بيبقى صغنن كده ومدور وكلبوز، واخد باله من شكله وشايف روحه، ما يتفتفش وهو بياكل، ما يعيطش خالص لو مامته اتاخرت، يحاول ما يعملش بتبيع على نفسه عشان يعني شكله قدام البنات يبقى ظريف. هو ده مستو، انه بيحاول يمشي جنب الحيط وبيفضل كده لغايه ما يكبر، ما يعملش حاجه وحشه عشان يفضل دايما شكله كويس قدام ال. الوينج الشمال بقى بيبقى فيه الطالب القافش، ده اسمه الحركي ابو الغضب، ده الواد الشمال اللي على طول محسسك ان النهارده مش يوم، صاحي كده منيق قلبه مقبوض مش طايق دبان وشه، كل امله ان اليوم ده يعدي على خير، وده بيتواجد في الديسك اللي جنب الحيطه شمال علشان بيغمض عينيه وهو مكشر قوي ويمثل انه نايم. وعلى فكره ده لما بتقفشه انه نايم بيتضايق، يا خالد انت نمت؟ يقول لك لا انا كنت بحسب حسبه بس. الوينج اليمين قدام بقى ده تلاقي فيه الطالب الاستفهامي، ده اللي بيسال اسئله وحشه ومؤذيه ومحدش عايز يعرف اجابتها. النوع ده غالبا بيكون طالبه بنت، دي اللي بترفع ايدها بمنتهى الحماس والنشاط فجاه بعد ما الجرس يضرب والحصه خلصت والراجل بيلم حاجته، بتقول مستر مستر حضرتك مش هتشوف الواجب اللي انت طلبته امبارح، ومش هتدينا الهوم ورك بتاع النهارده. دي بقى الزمن بيتوقف اول ما ترفع ايديها وتسال السؤال الحيوان ده، تبدا تسمع صوتها بطيء وتخين كده، مستر فين الواجب؟ شوف نفسك وانت بتقوم من مكانك بالتصوير البطيء، بتشيل الديسك اللي انت قاعد عليه وتكسره فوق دماغها. البنت دي اللي بتطلع الوحش اللي جواك، اللي بتحولك لمجرم من وانت في ثانيه ابتدائي. في بقى الطالب اللي في مركز الليبرو او راس الحربه، اسمه الحركي الطبال او ظابط الايقاع، ده اللي مسنطر نفسه قدام المدرس، عامل معاه اي كونتاكت على طول، بيهز راسه بالموافقه على طول بدون توقف، موافق على كل كلامه، بيامن على كل حرف بيقوله وبيدعمه في كل قرار بياخده، وهو مش فاهم ولا حاجه بس هو بياكل عيش. في بقى يا عيني واحد ملوش مكان دايما، يعني كنا نسميه زمان الكلب الحيران، ده اللي بيجي كل يوم متاخر، كل يوم مهما كانت اهميه الحصه او خطوره الامتحان او صعوبه اليوم اي حاجه، يجي شعره منعكش، لبسه ملخبط، عنده الشنب شايب لبن هنا كده من امبارح، يخش يعتذر ويفضل يلف مش لاقي حته يقعد فيها ومش عارف يقعد فين، تايه كده يا عيني حرام جاي غلط. حضرتك بتشوف اليونيفورم موحد العيال كلهم لكن ما تصدقش اليونيفورم، اليونيفورم خادع يا معلم، ياما البدل بالداري سلطه ومحدش داري. اي أيوة والله العظيم معلش انا اسف بقى، انا قعدت افكرك بحاجات زمان وقلبت عليك المواجع، شكلك اتاثرت انت من الذكريات. لا اتاثرت ايه، انا بتعلم بره. بتعلم بره فين يعني؟ مش فاهم. بره البلد. طول عمرك يعني بره بره؟ طول عمري بره. الله، وسايب نهري وعمال يقول لك تهرش للدمى وتقرقش قصب وتصحى الصبح و... لا انا عايز اسمع تجربتك انت. ايه الظريف في تجربتك انا يعني مش فاهم. لا انت ايه انت بتضحك على ايه؟ طب ما انا مش حابب كده، احنا لو انت عايش هنا كنا ضحكنا سوا نبقى لذيذ ونفتكر حاجات وحشه بتاعك. انت مالك، انت مالك، اتعلمت بقى، اتعلمت بره. انا غلط ان انا قعدت اسمع الصفصطه بتاعتك. لا صفصطه ايه ده، انا بقول لك على بتاعت التريق، انت بتضحك بتتريق، انت جاي تضايقنا؟ طب انت فاتك كتير بقى، واحنا اتعلمنا هنا احسن علام على فكره. مش عارف ليه نفسي هفتني على الدوم كده. أنا زهقت بقى والله العظيم زهقت، كل يوم مذاكرة مذاكرة، الواد ده جاب لي صرع، ويا ريت في حد حاسس ولا مقدر. بذمتك أنت مش مكسوفة من نفسك؟ يعني دي مذاكرة دي؟ ده كلام عيال يا بنتي. والله؟ طب إيه رأيك إن أنا من النهاردة مش مذاكرة له خالص؟ وريني بقى شطارتك يا عم نيوتن. شطارتي؟ ليه إن شاء الله؟ وأنا هدرب ألمانيا في كأس العالم؟ مالها؟ اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام يا ستي. يا سلام، خمس دقايق وحصلك. هي شغلانه ادم. ادم حبيبي، يلا احنا نشيل بقى الكلام ده، ها، ونقعد بقى نحل الواجب مع بعض انا وانت مع بابا، ونكيد العوازل كده في خمس دقايق، ونقوم بقى مع بعض نتفرج على ابراهيم الابيض ونهيص. يلا شويه. لا يلا بينا، يلا دلوقتي كمان شويه عشان بفكر في حاجه بس. لا الف سلامه، مفيش تفكير يا حبيبي في السن ده، يلا. انت اللي هتعمل معايا الواجب ده اذا ما كانش يضايقك. طب انا عايز اكل. ادم انت بقك ملح والصلصه من رابع طبق مكرونه اكلته النهارده، يلا بينا. قصدي عطشان. ادم الميه هي يا حبيبي، اشرب ويلا. انا عايز عصير كيوي. عصير كيوي؟ لا ده بص يا حبيبي، ان شاء الله بقى في المصيف في السنه الجايه واحنا بنصيف في تايلاند زي كل سنه نبقى نجيب لك عصير كيوي. ممكن بقى نرش ميه يلا ونشوف شغلنا ورانا ايه. عايز اعمل بيبي.
اعمل بيبي يا ادم. لا خلاص روحي. كتر خيرها يلا بينا. لا لا رجع تاني رجع تاني. ادم. حبيبي امسك نفسك خمس دقايق نخلص الهوم ورك وتعمل اللي انت عايزه. طب اروح اتوضب. تتوضب؟ اتوضب. تتوضب ازاي؟ ايه تتوضب؟ اتوضب عشان اصلي العشاء. الله اكبر. هتصلي العشاء الساعه 2 الظهر. حبيبتي كل ما تتزنق تشهر اسلامك؟ ده على اساس ان انا هعيط وجسمي اشعر والكتاب يتهز في ايدي والادام بيدن وكده. ادم ممكن يا حبيبي نشوف ورانا ايه علشان نخلص؟ متصدع. ايه؟ متصدع. متصدع. طيب يا حاج ان شاء الله كمان يومين كده نروح نجيب نتيجه التحاليل ونطمن على راسك وعلى صحتك كلها. ممكن بقى نبتدي نعمل الهوم ورك. طيب انا خدت واجب عربي. ممتاز. خدنا ايه في العربي؟ الجمله الاسميه والجمله الفعليه. هايل ابني حبيبي. يلا اقرا. يعالج الطبيب المرضى. الله الله حلو جدا. ممكن بقى تقول لي دي فعليه ولا اسميه؟ ها فعلية فعلية. الله يعيني عليك يا حبيب قلبي. تقدر تحولها لي الجملة اسمية يا رافع راس أبوك؟ الطبيب يعالج المرضى. يا مدلعني أهو أهو. هو الواد لوحده وماشي زي السكينة في الزبدة. يا حبيبي يا حبيبي. يلا بقى حول لي دي بقى الجملة اسمية واكتبها. أكتبها؟ أكتبها ليه؟ هو الواجب إنك تحول الجملة من فعلية لإسمية. يلا. ما هي هي يا حبيبي؟ هي هي بس دي فعلية ودي اسمية. بس المرضى بيتعالجوا في الحالتين. يا حبيبي ربنا يشفي الجميع. لكن الواجب انك تحولها من جملة فعلية لجملة اسمية. ليه؟ طب ايه الفرق؟ يا حبيبي هو الواجب كده. حول الجملة الفعلية لجملة اسمية واكتبها. حل الواجب. الواجب حله. ما تجيبليش البواسير. البواسير ما تجيبليش. ايه؟ سنانك تتلخلخ. هاخلع ايه وتعمل ايه في سنانك يا ابني؟ يا ابني اقعد. يا ابني انا رايح المستشفى واعمل عمليه في سناني وبوديكم في المستشفيات. انا اللي اروح المستشفى انا ويجي لي الضغط؟ انا الساهل. اقعد انت هنا يا حنان. يا حنان اكتب ورايا يا ادم. يا حبيبي الام تصنع المعجزات. تصنع الام المعجزات. المعجزات بالته مش بالطه يا عسل. هتحتاجي حاجة تانية يا حبيبتي؟ هروح أنا أنشر الغسيل. الله يكمكم.